الدول ليش بتعمل موازنات سنوية؟ لحتى تشوف قديش عم تصرف وقديش عم توفر للأجيال الجاية، يعني قديش عم تدفع رواتب وأجور، وقديش عم تصرف على الرعاية بمختلف أنواعها وعلى مشاريع واستثمارات، وقديش عم يبقى معها من الجبايات. هيك بتصير الأمور بكل الدول المحترمة ما عدا بلبنان. نحن هون بنعمل موازنات لنعرف على قديش مكسورين، قديش علينا ديون. حتى الدول اللي عليها ديون بتعمل حساباتها على أساس توفي ديونها ما عدا عنا. عنا كل سنة منجرب نعرف قديش عم بيزيدوا ديوناتنا. وبعدين إذا بدي أنا أعرف إمتى منقدر نوفي ديوناتنا، اللي عيش يا قديش. هذا رأيي، فكر فيها.